طب اخر حاجه، السوبر المصري الجديد بقى، السوبر اللي المفروض هيقام بقى، هو المفروض السوبر الجديد ده هيقام امتى يا كابتن عامر الاول؟ انا قلت لحضرتك هي المشكله في نهائي الكاس دلوقتي. نهائي الكاس كان المفروض 3 فبراير، ممكن ما تلعبش 3 فبراير لو النهائي بقى اهلي ودفاع الزمالك وبيراميدز. الاهلي مش هيقدر يلعب، وداخلين على ارتباطات من اول فبراير، ارتباطات الاربع انديه في افريقيا عندهم كل اسبوع مباراه. وتيجي في شهر 3 عندك المنتخب الوطني الاول ومنتخب الاولمبي، عندهم اجنده دوليه صحيح في شهر 3. ما تخش على رمضان، وبالتالي عشان تلعب سوبر في الخليج مش ينفع تعمله في رمضان، في رمضان وبعد رمضان تخش على يبقى الجو حر، لان بعد رمضان في برضه في شهر 4 مباراه في بطوله افريقيا بالثمانيه والنهائي والنهائي. انت بتعرف مين هيلعب السوبر، هيكمل وهيبقى مشغول وعنده وقت من دلوقتي، ومين اللي مش هيكمل. وبعدين في شهر 5 تلاقي الحر في ابو ظبي، الحر تبقى عاليه جدا. فتسويق تلاقي المباراه مش ماشيه قوي مع الشركه الراعيه. فكل دي حسابات يعني بسيطه. يعني هل من هل من حضرتك تقصد مني ولا ايه؟ لا انا مع حضرتك، لا والله انا ببتسم، انا مش عارف تشوفني ولا، بس ببتسم وانت بتتكلم عشان الموضوع معقد كده جدا فعلا، الله يكون في عون حضرتك. هل كده من الوارد ان ميعاد واحد ميعاد واحد يعني الناس قطعت ان انا انزل الجدول كله؟ حاضر، نزلت الجدول 29 جوله كلهم سلسله واحده. لما يجي موضوع زي كاس العالم الانديه او اي مباراه اتاجلت بتاعه المؤتمر، الفتره بتاعه المؤتمر اللي احنا وقفنا فيها الدوري 7 ايام كان فيهم جولتين، قدرت اتصرف وحطيتها في الدوري، حطيته في الكاس عشان ما اغيرش بيت الجدول. واخدت بتاع الكاس حطيته في مكان كاس الرابط عشان ما اغيرش مواعيد الكاس عشان اقدر اعمل السوبر بعدها. فسكنت ان هنا لهنا وده هنا لهنا عشان ما اقربش للجدول. راح جاي موضوع كاس العالم للانديه، فبقى في 3 4 مباريات مؤجلين للنادي الاهلي. هل الاهلي كاس العالم للانديه هيلعب بعد المباراه الاولى ولا هيلعب الاولى والثانيه؟ ولو لعب الثانيه لازم هيلعب الثالثه. فكل دي بقول لحضرتك، ولو لعب الثالثه يبقى اكيد في رابعه، عشان يبقى في لازم هيوصل ثالثه وربنا يوفقه، هيلعب خلاص صح اول وثانيه ثالث ورابع، يبقى لغايه يوم 11 صحيح. فانت يوم 11 هيبقى عنده ماتش، يوم 17 او 18 في بطوله افريقيا. فكان في مباراه قبلها بتاعت الاسماعيلي. يعني كلها هيرجع النادي هيرجع النادي الاهلي ويقول لك انت ضغطتني في المباريات فانا عايز شويه تاجيل، فالزمالك من ناحيه ثانيه يقول لك انا كمان عايز ااجل، فبيراميدز يقول لك انا كمان عايز ااجل، فالدوري يخلص. لا ممكن انا دلوقتي لا انا ما انا ااجل ليه؟ وبعد كده تيجي تضغطني ليه؟ ماشي مش هاجل. اذا هيجي في وقت ممكن الانديه اللي بتنافس، مش مهم الزمالك، ممكن اي نادي ثاني طبعا، فيوتشر اي نادي بقى بينافس طبعا، هيقول لك لا انا مش هلعب الا لما الاهلي يلعب مباريات المؤجله. حق. طب هتعمل الاولى ولا تعمل الثانيه بقى؟ يعني هو في الاولى مش عايز ياجل. صح. هتيجي بعد كده يقول لك انا مش هلعب الا لما هو يلعب المؤجل. برضه حساب من دي حسابات بتاعت الجدول. يا كابتن عامر بقى لنا 20 سنه في نفس اللفه.